بعض الناس كلما تجشى قال الحمد لله، فنقول إن هذا بدعة لأنه لم يرد. نعم لو فرض أن الإنسان حبس عن التجشي، يعني أصيب بمرض يمنعه من التجشي ثم زال هذا المرض فتجشى، فحينئذ يشرع أن يحمد الله لأن هذه نعمة، وإذا حصلت النعمة فأحمد الله على ذلك. طيب لو قال قائل لماذا لا نحمد الله على هذا؟ أليس العطاس نحمد الله عليه؟ بلى، لكن العطاس وردت به السنة وهذا لم ترد. إذا قال إن الجشاء ريح يخرج من المعدة، ولهذا نجد أن المعدة تخف وينزل الطعام، قلنا إذن احمد الله إذا ضرقت. وهل هو مشروع؟ نعم لا ليس بمشروع.